من الأحد ليوم الخميس سمعونا ولا تنسونا دائما وبدنا أبدا عبر أثير إذاعة الشبيبة 97.5 من مسقط والباطنة شمال وجنوب على 98.5 من محافظة ظفار. بإمكانكم تتابعونا أيضا صوت وصورة عبر مرئيات الشبيبة في التويتر. بكل تأكيد عبدالله أيضا يعني نقول درب السلامة لكل من يسلك هذا المشوار المسائي. نتمنى لكم بإذن الله تعالى أوقات سعيدة برفقتنا, ولا تنسوا أكيد أنكم تتواصلوا ويانا على رقم التواصل 947-999-75. أي رسالة تخطر في بالك تقدر أنك تتواصل ويانا من الحين لغاية الساعة 7 المساء. أكيد شيماء, يمكن قبل أن نطلع لفاصلنا قبل شوي تكلمنا ومهدنا الموضوع اللي نحن راح نتكلم عنه في هذه المحطة, واللي هي المبادرات اللي تقيمها جمعية دار العطاء. في هذه الأثناء أو في هذه الأوقات ينضم إلينا مباشرة عبر الاتصال إبراهيم الكندي, وإبراهيم هو تنفيذي تسويق وفعاليات في جمعية دار العطاء وأيضا ناشط اجتماعي. إبراهيم أول شيء مساك الله بالخير. الله يخليك يا عبد الله. إبراهيم صوتك وايد 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 جميل بس نفس الشيء وايد وايد يقطع. والله ايه اعرفك شابك ايربود وقدامك كوب قهوه قاعد تستمتع بالاجواء وقاعد تسولف, يعني احنا نبغى تشيل الايربود وتسمعنا من سماعه الهاتف. صدقني عبد الله حاولت تقصطني, حاولت يعني تكشفني بس للاسف لا توقع غلط ما ضبطت. ما هي بس الحين احسن. الحين واضح الصوت. واضح الصوت تماما. حياكم الله, شو اخباركم؟ الحمد لله تمام. طمن عنك ابراهيم, شو الاوضاع وش الاجواء عندك؟ والله كلنا بخير وعافية وصحة. أخباركم أنتم وكيف أخبار الشبيبة والمستمعين الكرام؟ الحمد لله تمام. طمن عنك شو الأوضاع؟ ما يبتلنا علوم, ما يبتلنا أخبار؟ ماشي والله, من فضلكم شي أخبار؟ ماشي والله, الدار تكون تسلم ودوم. نحن جايبين أخبار تبا الصراحة يا أخي. لا لا لا, هذه دخلة قوية, هذه دخلة قوية. طيب إبراهيم, الحديث عن المبادرات مثل ما ذكرنا اللي تقيمها جمعية دار العطاء, وأنا أعتقد أن في حملة أطلقتها الجمعية, زين أن نخبر عنها المتابعين بحيث أنهم يعني يتسابقوا على الخير في هذه العشر الأوائل. واسم الحملة هي وليال عشر. بالضبط. قبل كل شيء أكيد جمعية دار العطاء دائما من الجمعيات اللي تعمل في أوقات الأيام المباركة من السنة, اللي هي دائما ما تكون في رمضان في الشهر الفضيل, وكذلك في العشر الأوائل من ذي الحجة, وكذلك مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما رأيت أعظم وأفضل من عمل الخير في الأيام العشر من ذي الحجة, لأنه دائما وأبدا من أحب وأفضل الأيام لله سبحانه وتعالى للتقرب فيها بالعمل الصالح. فجمعية دار العطاء جاءت بفكرة مبادرة تكربة لعدد من الأسر, تقريبا لعشر أسر تتراوح مبالغهم ما بين 1,000 إلى 7,000 ريال عماني, أو من 1,500 إلى 7,000 ريال عماني, تفاوت مبالغهم ما بين هذه المبالغ, اللي عادة ما يكونوا مؤثرين في موضوع الديون, أو كذلك يعني أثقلتهم صعوبات الحياة وغيرها. فجمعية دار العطاء دائما وأبدا ما كانت تحتضن هذه الحالات وتحاول أنها تقف معها في هذه الأيام المباركة وغيرها من أيام السنة. وبما أنها أيام مباركة أكيد الناس تفاوت أو يعني تتسابق في مضاعفة الأجور من خلال التبرع وغيره. فجمعية دار العطاء جاءت بحملة وليالي عشر من أجل أنها تقف مع الناس في هذه الحملة كهدف, وهو جمع ما يقارب 250 ألف ريال عماني من خلال تفريق كربة عدد عشرة أسر تتراوح بينهم ما بين 1,500 إلى 7,000 نفس ما خبرتك, وكذلك بناء مسكنين لعائلتين كذلك هم من لا يجدون مسكن يقويهم, وايضا كسوه العيد. كسوه العيد عاده ما تكون هي زي العيد المتشخن اللي يظهر فيها الناس الاسر المعتره. فكل هذه الثلاث برامج تاتي بريع ما يقارب 250 الف ريال عماني بجهود المخلصين لابناء هذا البلد. جميل, يعني يمكن مثل ما ذكرنا قبل شوي انه فرصه لكل من حاب انه فعلا يتبرع ويكون جزء من العطاء في هذه الايام المباركه. طيب يمكن ابراهيم السؤال اللي يتبادر في اذهان البعض, مده الحمله متى راح تكون بالضبط اذا فعلا في واحد يسمع البرنامج حاليا وده انه يتبرع؟ حاليا تطبيق دار العطاء اللي يعتبر هو الرافد الاكبر والمصدر الاكبر لجمع التبرعات بالنسبه للجمعيه, دائما وابدا شغال على طول السنه في الحالات الموجوده في التطبيق. ولكن ابتداء من الغد اللي هو في احتمال بناء على
رؤية الهلال من عدمها، إن يكون غرة، إذا كانت غرة ذي الحجة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى راح تبدأ لحد 9 من ذي الحجة لحد يوم عرفة، بحيث إنه يكون لمدة 9 أيام، وكذلك في اليوم العاشر اللي هو يوم عيد الأضحى راح تستمر الحالات. هدف الجمعية دائما وأبدا إنه نحط على حالات معينة، ولكن ولله الحمد من أيام شهر رمضان الماضي كان عندنا عدد الحالات اللي من المطلوب إغلاقها للأسر المعسرة كان تقريبا 25 حالة، ولكن ولله الحمد لله أغلقنا ما يقارب 42 حالة، يعني ما يقارب الضعف. فالناس كانت تحب جدا في موضوع جمع التبرعات وفي موضوع الصدقات وغيرها، لأنها تعرف أنها هذه الأيام أيام مباركة فيها مضاعفة للدور. غير هذا أيضا في رمضان تقريبا بنينا ما يقارب 3 بيوت لأسر كانت لا تملك مأوى، ولله الحمد والمنة تمكننا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل جهود المحسنين جمعية دار العطاء كانت من بناء هذه البيوت. كانت تكلفة البيت الواحد ما يقارب 35 ريال عماني، 35,000 ريال عماني، بحيث أنه يشمل كافة الأشياء وتعطى للأسرة المفتاح وتسكن فيها في اليوم التالي. فكانت كلها هذه جهود مباركة من الشعب ومن الناس اللي يعني دائما ينتقوا بجمعية دار العطاء في مجال جمع التبرعات، ولله الحمد لله دائما وأبدا معصول بأن الشعب العماني هو شعب متكاتف ودائما وأبدا مع بعض في كل الأزمات وفي كل الظروف. جميل جدا. يعني إبراهيم في محورنا الأخير خلينا نتكلم عن آلية التبرع للناس اللي حابة أنها تتبرع وتشارككم في هذه الحملة. جميل جدا عبد الله. طبعا نفس ما أسفت ذكر سابقا أن تطبيق دار العطاء بإمكانك أنك تنزله من خلال هواتف الأندرويد أو حتى الآيفون، بحيث أنك تبقى دار العطاء وينزل لك التطبيق. هذا التطبيق دائما وأبدا في وصف الحالات الموجودة مع وجود نفس النسبة المئوية، الحالة كم متطلب أنها تكتمل أو كم النسبة المئوية حاليا للمبلغ المحصل وكم المتبقي، والحالات كلها تتواجد في تطبيق دار العطاء. طبعا أول منفذ هو تطبيق دار العطاء، وكذلك الحساب البنكي المباشر في بنك مسقط، وأيضا بوابات التبرعات الجمعيات الخيرية اللي هي بوابة عمان الرقمية اللي هي donate.om، وكذلك تطبيقات البقية مثل تمدن وطلبات في نفس الخانة لجمعية دار العطاء، وأيضا عن طريق الرسائل النصية لمشغلي الهواتف النقالة أوريجو وعمانتل ورنة وريدبول وفرندي. كل هذه المنافذ بإمكان أي شخص راغب بدعم الأخوان المعسرين في هذا البلد اللي بإمكاننا نحن بأن نوقف مع بعض ونطلعهم من هذه المحنة اللي هم فيها. كل هذه المنافذ جاهزة لاستقبال تبرعاتكم خلال العشر من ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. ودائما وأبدا أقول ما نقص مال من صدقة، وهذا ما كلامي أنا، هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا الصدقة استثمار لك في آخرتك، وكل ما بذلت أكثر في الصدقات كل ما كان هذا الشيء راح يرجع لك أضعاف مضاعفة بإذن الله في المستقبل بإذن الله تعالى. يمكن مثل ما ذكرت قبل شوي يعني إبراهيم، أن دائما الشعب العماني متكاتف، دائما تشوفه موجود في حال العطاء، والحمد لله يعني مثل ما أيضا من خلال حوارك أن كثير من الحالات اللي الحمد لله أفرجت، كثير من الحالات اللي قدر أن يعيش داخل مأوى كذا آمن، داخل مأوى جدا مريح. ففعلا يعني حملة وليالي عشر هي فرصة أيضا أن نحن نتكاتف من جديد، وهذا شيء أكيد مش جديد على الشعب العماني. نترك لك المحور الأخير لك يا إبراهيم، إذا بكل ما ودك أنك تقولها. بصراحة أول شيء أنا حاب أني أشكر إدارة إذاعة الشبيبة دائما وأبدا على إتاحة الفرصة، سواء كان للأعمال الخيرية أو التطوعية أو إبراز جهود الشباب ومهاراتهم في كل المجالات. دائما وأبدا كل الشكر لكم. وأيضا حاب أشكر كل من يستمع حاليا، ونتمنى من الجميع أنه يتذكر دائما أنه كل إنسان يقع في كربة في هذه الحياة، بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبعد جهود الناس اللي حواليه بإمكاننا نحن نطلعه ونخليه في وضع مالي أحسن. ولو بخليل إنك صراحة أكون صريح معاكم، الحالات كثيرة اللي تصل لجمعية دار العطاء متنوعة، سواء كانت من حالات التسوية أو من حالات حتى فقدان المشاريع في أزمة كورونا. بعد أزمة كورونا كان في كثير حالات وأزمات مالية لكثير ناس في مختلف الفئات العمرية، سواء كانوا من الرجال أو حتى النساء، ومنهم من أيضا يقع في مشاكل ديون أو مشاكل صحية أو حتى مشاكل دراسية، أو حتى بعض الناس ما أثبت الذكر ما يعني يملك مأوى يأوي. فكل هذه المساعدات أكيد راح تصل بإذن الله سبحانه وتعالى لكل هذه الناس، ونحن قادرين بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكون يد واحدة
وبإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى لنا القبول، ورب يعطيكم الصحة والعافية جميعا. آمين آمين إن شاء الله يا إبراهيم، وجزا الله المحسنين خير الجزاء أكيد، والشعب العماني بإذن الله تعالى ما راح تعدي هذه المدة، ولا أنتم مقفلين الملف اللي أو مقفلين ملف الحملة بإذن الله تعالى. إبراهيم الكندي تنفيذ تسويق وفعاليات من جمعية دار العطاء، شكرا جزيلا على تواجدك، أتمنى لك مساء سعيد إن شاء الله. بإذن الله، شكرا جزيلا لكم، ربي يعطيكم العافية. حياك الله.